واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فالصبر حاجة عظيمة جدا في الإسلام، ورزقنا بالصبر، ومن غير الصبر ما أعتقدش حنكمل للآخرة، وما أعتقد اللي ما عنده الصبر يستطيع يعيش في هذه الحياة. مع العلم أن الصبر مش مسألة، في ناس تولد بالصبر قيل، وفي ناس يتعلمونه، لا الصبر يتعلم، ما فيش حد مولود صابر، لأنه واصبر واصطبر، فلازم نتعلم الصبر. هو جاء قرين، أي عبادة لها قرينة بالصبر، في الصلاة الصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، في الصيام معروف إن الاسم الثاني للصيام هو الصبر، في الزكاة لازم لك صبر، في الحج كل مليان بالصبر، في العلاقة الزوجية لازم لك صبر، كل شيء يحتاج الصبر. بس إيه هو الصبر هذا؟ يعني أنا ممكن أقول باللسان، ممكن وقليل من عبادي الشكور، الشكور يعني مش هو الحمد لله، الشكر معناته العمل، قليل من عبادي من يعملون يرون الله الحمد بالعمل، وفي الحمد باللسان بس أقل اللسان الحمد لله وبعد كده العمل. طب الصبر هذا تعلمه إزاي؟ إزاي أنا أصبر مثلا؟ إيه معنى الصبر؟ هل هو إيه هو الصبر؟ هل هو أصبر على العطش؟ هل هو أكف لساني يدي؟ إيه هو الصبر؟ حنا نعلم أنه بعد الموت الجزاء بيكون على القلوب، مش في الدنيا بالأعمال، نجازى بالأيادي وبالعين الجوارح، بس هذه الجوارح هي ميتة، هي حية بس ميتة شرعا، يعني الجوارح هذه من ملكها هو القلب، يعني أي شيء نعمله بالجوارح معناته قلبنا، في قلبنا، يعني الكذاب تعرفه من الجوارح والسارق من الجوارح، فشرعا يعاقب الجوارح تعاقب. فممكن حد يقول ما عنديش نية، القلب عقد النية، القلب هو مناط الأمر، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسر سائر الجسد. العلماء يقولون صلاحه في مسائل العقيدة، بس كذلك صلاحه في الحياة، يعني حتى في الحياة، الحياة معظم الناس تعرض للأمراض عشان القلب مريض، اللي عنده قلبه صحيح بيشفى بسرعة، القلب هذا بيخليك تروح لأماكن ما فيهاش مشاكل، بيخليك صاحي، بيخليك تفهم، لأنه القلب هو مناط الجسد، وقليل من ينتبه له. في الآخرة نذهب بالقلوب، يعني في الآخرة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فإحنا ماشيين للآخرة بنمشي بالقلوب، مش في لأنه القلب ما عندوش لا زمن ولا مكان ولا حدود، يعني إيمانك بالله لا يحد، ما فيش حاجة تحده، يعني ممكن أخوك يكون من نفس أبوك بس إيمانه قليل بالله، لأنه القلب ما عندوش حدود، ما عندوش لا حدود زمان ولا مكان، هو القلب لا يحد شيء. وكل ما كان القلب قوي كل، بس إزاي أنا أغذي قلبي؟ الله قال لنا ألا إن في الجسد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا، الله قد أرشدنا في القرآن، القرآن يشرح الله بالصدور، إنه القلب إلا من أتى الله بقلب سليم. فإيد إيه غذاء القلوب؟ إيه الحاجة اللي قلبي لو اديتها القلب يحيا؟ هو القرآن، الذكر، الصلاة، لا هذه مواضيع تانية. إيه الحاجات التانية اللي ممكن أعطيها القلب يحيا؟ إزاي أنا أتعلم صبر؟ إزاي أصبر على أدى والدي، أصبر على أدى أولادي، أصبر على أدى أخويا صاحبي؟ لأنه الآية صريحة جدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. معظم العلماء قالوا المقصود بها الناس اللي بتكون تذكر، ومعظمها في الصلوات، يعني صلاة العشاء في الليل وصلاة الفجر، ومنهم من قال العصر، بس المساء
يعني المساء كله احنا عندنا ثلاث صلوات كلها في المساء، العصر المغرب عشاء. صلاة النهار هي فقط واحدة، حتى صلاة الفجر في الصباح كأنه النهار يعني صعب أنك تتحكم في قلبك، بس في الليل نستطيع لأنه النهار مليان. يعني معظم الصلوات في النهار واحدة، والعصر بتكون بينه وبين المساء، تعتبر من المساء لأنها أذكرها مع المساء. ففي الليل، طب إزاي أنا أحيي قلبي؟ إزاي أنا أصبر؟ إزاي أكون عندي قناعة ويقين؟ ما هو لازم تجرب نتعلم، يعني الإنسان لازم يدرب نفسه على الصبر. هو مش كلمة تقال، هي أفعال تعمل. رسول الله لما كان يأمر الصحابة بشيء ما كانوش يعيدون الكلام، طب ليه؟ ما كانوا ساكتون، والصحابة كانوا مفوهين في اللسان، الصحابة يسكتون، عندهم صبر عالي جدا. تصور الصحابة ماشيين لغزوات بيمشوا على رجلين، تصور فقط نحن الآن حنمشي على رجلينا من هنا لرالي، حنتعب، في حد حيتعب، حيجوع، حيعطش، ولا تعب ولا عطش ولا شيء، ماشيين مع رسول الله. قوم اللي ابتلوا في النار، هم ابتلوا بشربة ماء، ابتلوا بالصبر. العلماء قالوا هل سيصبرون على أمر النبي ولا مش حيصبروا؟ في قوم شربوا ما صبروش على قول النبي، بس طرحوا الصبر في الشيطان، لم يصبر على أمر الله فاعترض فعصى الله. آدم عليه السلام نسي ولم يصبر وضاق من الشجرة. فالصبر مهم جدا نتعلمه ونعلمه لأولادنا، لأن هذا الصبر هو زادك في الحياة. عشان أنا أمشي للآخرة لازم أصبر، لأن الوقت يمشي بسرعة، ومعظم الناس ما بتفهمش الوقت. الوقت مش هو الساعة واحدة اثنين ثلاثة، الوقت هو الزمن. الزمن هذا بيمشي بسرعة جدا، يعني لو احنا جالسين هنا الآن بكرة سيأتي وبعد بكرة سيأتي، مش حنوقف الزمن. فازاي أنا يكون عندي صبر أصبر في الحياة هذه 50 سنة 60 سنة من غير معصى الله؟ وما العلماء قالوا الصبر على الطاعة أشد من الصبر على المعصية، لأن الطاعة تحتاج عمل، المعصية سهلة جدا، المعصية أسهل من الطاعة لأن الشيطان يزينها، بس الطاعة لازم لك صبر، تقوم تروح تصلي وتعب وتقف وتصوم وأذكار. المعصية سهلة جدا، يعني ممكن لسانك يقول نميمة بسرعة، بس الطاعة صعبة جدا، إنك تمسك لسانك ولا يقول، تمسك لسانك ولا يكذب، تمسك جوارحك صعبة، سهلة جدا إنك سهلة جدا تصرخ، بس الطاعة صعبة جدا إنك تأمره. فلذلك عشان أنا أصبر لازم أتعلم إيه هو الصبر. الصبر هو قدرة الإنسان على تحمل شيء لمدة معينة، بس لازم يكون عنده قناعات إنه هذه من عند الله، ما فيش حد يؤذينا. يعني واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، يعني تصور الأمة إنساها وجنها كل شيء على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وقارنها ولو اجتمع على أن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله. إزاي أنا أفهم هذه؟ إزاي أنا أصل لها؟ ما هو لازم أعرف معاني. مثلا إيه معنى الحكيم؟ معنى الحكيم هذه الاسم، هذا الاسم نفسه لو أنا عرفت معنى الحكيم خلاص مش حيحصل لي، يعني حياتك ستنقلب عقب رأسا على عقب. الحكيم يعني ما فيش خلل في أمره، يعني أي شيء يأمره الحكيم يعني ما فيش حتى ذرة شك إنه هذا الأمر مش لا يصلح لي. لو أنا أؤمن بأن من أسماء الله الحكيم، طب اللي بيحصل لي ما فيش ذرة شك إنه خير لي، طب إيه المشاكل اللي بعاني منها؟ عشان أنا رافض، إنه رافض أؤمن بأن هذه الأشياء من عند الله، ومش عايز أسمع كلام الله، وعايز أعيش حياتي زي ما عايز، ومش عايز أستمع للوحي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وعايز أعمل كل شيء بطريقتي مش طريقة اللي رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، وفي الآخر عايز أعيش عيش طيب، مستحيل لأنك خرجت على النظام. فالله الحكيم أي شيء يجرى لك فهو من عند الحكيم، لازم تقتنع به. هذا ولدك، هذا أبوك، هذا أنت، هذا عملك، هذا هو هذه زوجتك، لازم نرضى بأن كل شيء من عند الله. من قوانين الصبر لازم أؤمن بأن كل شيء قادم من عند الله، ولا أعترض ولا أعارض. حتى في الحديث صلى الله عليه وسلم لما قال الصبر عند الصدمة الأولى، العلماء لا يقصدون الجوارح، القلب. ما أنا ممكن ساكت بس قلبي معترض، ممكن أنا راضي بس عامل نفسي راضي بعمل بس معترض، ليه ما كنش كده، ليه ما نرضاش، يعني عشان فاكر أنه أستحق أحسن.
لو أنا أستحق أفضل من اللي أنا فيه، الله سيعطيك خير مما أنت فيه، بس اللي يصلح لي هو اللي عندي. يعني في شيء أعمله الله لا يرضى عنه فبيمنعني من خير. يعني هل إحنا نعرقل المسار ولا بنمشي مع المسار؟ الزمن ماشي، بس أنا ممكن أعرقل حياتي إنه أخرج عن المسار. فلما أخرج زي ما أنت ماشي في طريق سيار كما كانوا يشرحونها لنا، خرجت على الطريق حتتعرقل حتتأخر. لو أنت ماشي في الطريق ولو هو طويل سيأتيك. فالصبر لازم أؤمن بأنه من عند الله، ولازم أؤمن أن الصبر هذا أنا اللي جبته لنفسي. يعني أنا اللي ما صبرتش فجبت مشاكل وأشياء لنفسي، أنا اللي جنيت على نفسي بخطأ، لم أستشير ولم أستنير. حتى في العلماء يقول في الاستخارة مش ما تستخيرش، لازم في الأول تستنير وتستشير قبل ما تستخير، لأنه ممكن العمل ما يصلش للاستخارة. تسأل ناس عندها علم، ناس تفهم، تستشير تستنير، وبعد كده حتلاقي نفسك استخارة مش ما عندهاش، لأنه معظم الناس بيستخير وبيستنى الإجابة. عارف ما معنى الاستخارة؟ الاستخارة دي مشكلة عظيمة جدا. لو أنا استخرت واعترضت مشكلة، زي اللي نذر قال لو أنا صمت، لو أنا نجحت حصمت 3 أيام، هذا واجب. يعني لو مات لازم ولي يصوم، لأنه هو نذر على نفسه، واحفظوا أيمانكم، لأنه هو قال، هو بيستهزئ بالخالق، يقول لو عملت لي هعمل لك، لو ما عملت ليش ما مش هعمل لك. زي الاستخارة، الاستخارة آخر مرحلة. يعني أخذت ملف تبعي، قلت لله تصرف حياتي كما تشاء، وبعد كده لو جاء شيء بعترض. وهذا اللي يجرى للناس، استشير في البداية واستنير، خلاص يكون عندك قناعة، وبعد كده زي ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوكل بعد ما يعمل كل شيء. لأنه الصبر هذا موجود، عمل قلبي لازم أتعلمه، لازم أمرن نفسي، أمرن نفسي على القيام. بعض العلماء السلف كانوا يقولون يعني عانيت في القيام الليل 18 سنة واستمتع به بعد 18 سنة، لأنه محتاج صبر. في بعض كان ذكر على السلف أنه رجل، وقيل أن سفيان بن عيينة راح عند عمه عشان يقترض منه مال. فلما راح عند عمه عاوز يقترض، فعمه قال تعرف أنه عيني أنا مصاب بها من 40 سنة، وزجت ولا تعرف عنها شيء. فاستحى سفيان وراح، ففهم أنه الحال اللي فيه، فهم أنه في ناس عندها صبر طويل، فهم أنه لم يسأل الله. من أول الصبر لازم نسأل الله. اللي مرض وما سألش الله ما عنده الصبر، لأنه إزاي أنت رايح تسأل دكتور؟ زي ما كان رايح بعض السلفنا كانوا ماشي في الطريق وشاف رجل يسأل رجل إنه يرحمه، قال أنت سبت أرحم الراحمين تسأل من لا يرحم؟ فكف، فانتبه وكف، لأنه فعلا أنا بسأل بخاف من واحد مشغلني في محل، خايف له، لا خايف إنه رزقي ينعدم، وأنا عندي أولاد وزوجة، ما لو كنت وحدي ماشي، بس أنا عندي أهل وأولاد، خايف من غدا. ليه خايف من غدا؟ وغدا أنا لم أمر بعبادة غدا، فإزاي يكون عندي صبري ما خافش؟ غدا مش في ملكي، إزاي أنا أخاف إنه الله والرزاق؟ أخاف من المنافسات، أخاف من أحسد، ليه؟ ما هو الله الرزاق ذو القوة المتين، ليه أنا ما أخدش طريق للرزق غير التنين؟ ليه ما ابتديش أنا أخذ رزق طريق تاني؟ أقول خلق الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما هو بيده مفاتيح السماوات والأرض، بيده الخزائن، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب أنا ليه ما أخدش طريق الرزق؟ كان زمان رجل كان يحدثنا، وكان رجل من الأغنياء، فكان يقول لنا أنه كان زمان في بدايته كان عامل مطعم، قبل ما يكون عنده مطعم كان عنده عربية صغيرة، وكان دايما يخرج الخميس لله، ما بياخدش منه ولا شيء، يعني أي مال بياخده يخرجه. ففي مرة مرض الرجل هذا، مرض، فحصل إيه؟ ولده من أولاده كانوا 2، في واحد فيهم كان يعني جشع وحسود وبخيل، فراح عمل إيه؟ اشتغل. بس لما رجع عند أبوه في الشهر الثاني وجد أبوه ما فيش الدخل، إيه اللي حصل؟ مش فاهم. فسأل، وجد إنه ولده فتح يوم الخميس، ابتدى يدخل الخميس، فغضب غضب شديد جدا، وفارق ابنه لمدة 3 سنوات ومعناه حتى يأتي، ورجع تاني هو مريض وساب الخميس لله. فرجع نفس الحكاية. في ناس مقتنع عندها صبر، عارف، في ناس مجربة. الصبر هذا مش كلمة تقال، يكذب عليك حد لو قال أنا صابر، لا، الصبر مش كلمة، الصبر بالأفعال. إزاي واحد صابر وتجد أفعاله بيده مخالفة؟ إزاي صابر ولا يصبر على هذا زوجته تلاقيه وكلامه بديل لسان مع زوجته؟ ازاي واحد صابر ولما يحصل له غضب ينفعل؟ ازاي واحد صابر ولا يفهم الطرف الثاني بيقصد ايه بسرعه؟
وخصوصا هذا الزمن، احنا في زمن الصبر مش موجود، يعني مشكلة جدا، خصوصا الميديا والسوشيال، الناس ماشية بسرعة، الناس تغضب بسرعة، تتغير بسرعة، ما عندها الصبر. ده حتى الصبر عشان يجلسوا يسمعوا العلماء ما فيش صبر، لو عدى الموضوع 5 2 دقيقتين مش ما بيسمعوش، ما يصبروش، ما فيش صبر حتى يجي للجمعة يصبر ليه، ما الصبر على الصلاة ما يصبرش، دخل صلى خرج الصلاة، ما العلم ان الصلاة هذه عمدها كله الصبر، لأنه قليل من يفهم الصلاة. طب أنا لو دخلت أصلي أعمل ماذا أعمل؟ إن إحنا لو فهمنا فقط معنى الصلاة هنعرف إيه ليه الصبر، لأنه أنا داخل للصلاة أول شيء لساني بمسكه، ما بتكلمش في أمور الدنيا بالمرة، بكون رجل صالح. طب في البداية ما أنا بقرأ القرآن بكلم الله وبعظم الله في الركوع وبسجد وبسبح الله، وبعد كده يؤذن لي أكلم الله، والمكان اللي أذن لك بسرعة تجد نفسك بسرعة هذا المكان اللي يدلك. فالصلاة تعلمك الصبر، الصيام يعلمك الصبر، ما تقدرش تاكل، هو العلماء قالوا العبادات كلها تعلمنا الصبر عشان الصبر محتاجينه في الحياة. ما تقدرش تاكل، في حد بيقدر يفطر فينا ما يقدرش، استنى لغاية الأذان، ولو الأذان فضل دقيقة، الصبر. فالصبر مهم جدا نتعلم ونعرف انه من عند الله، لازم أعلم نفسي الصبر. وازاي اعرف الصبر؟ هو من عند الله. تاني شيء ما اقدرش الوقت ماشي، ما فيش حد يستطيع يوقف الوقت، اجلس مكانك السنين حتعدي. ما ناموا 300 سنه كانوا نايمين، هل الزمن وقف؟ 100 سنه كان نايم، هل الزمن وقف؟ علماءنا من سنين ماتوا، هل الزمن توقف؟ الصحابه من 1400 سنه فينهم؟ الزمن هل توقف؟ الزمن لا يقف، الزمن ماشي. فانا ازاي اتعلم الصبر؟ لازم اعرف من عند الله، ومش هقدر اوقف الزمن، وهذا الله اللي أمر به وغدا حيروح. من كرامات الصابر إن مع العسر يسرا، وجاءت في الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت إن مع العسر يسرا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. محتاج ناس تصبرك، يعني أنا عايز أصبر، عندي قناعة، وأنا عندي قناعة عايز أصبر، ما لازم ناس تكون زيي، مش أنا جالس مكان مع ناس أصلا مع قناعاتهم مختلفة عن قناعتي وهمومهم مختلفة، ما أنا عايز أحفظ قرآن ما لازم أجلس مع الحفاظ، زي اللي تاجر بيروح عند التجار، عايز أربي أولادي فلازم أجد واحد بربي أولاده، لازم نفس الهموم عشان أصبر. فلو جلست مع ناس هموم مختلفة مش حصبر، حبتدي أتمنى ولا تمدن عينيك مما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. العلماء يقولون كل ما نظرت للشيء وشفته معناته هذا في أنا ناقص، مستحيل أشوف خطأ اللي قدامي إلا لو أنا فيه، يعني في مرض في قلبي خلاني نشوف إنه هذا الشيء فأنا حسدت عليه، مش لازم أحسد الثاني، هذا مرض في قلبي أنا بعترض على قضاء الله وقدره، بقول إنه الله مش عادل وما مدنيش زي اللي اداه، كما قال قوم قارون قال يا ليت لنا مثل ما، فبعد كده حصل لي خسف بي وبداري الأرض. وبعد كده قال الذين كان يا اللي يتمنون كانوا بيتمنوا عرفوا إنه الله خير الرازقين. فالإشكال إنه أنا بعتقد إنه الصبر هذا عمل قلبي ملوش علاقة بالجوارح، لازم أتعلم الصبر واستبر. مثلا لو أنا عايز أنفق عندي 2 دولارات أحط أدي أكثر، صبر أتعلم أصبر في الإنفاق، لأنه المشكلة إحنا مش فاهمين إنه الأشياء دي كلها بتروح الآخرة، ما فيش حاجة في الدنيا سنموت. اللي عايز يتعلم الصبر مثلا يروح يشوف جنائز العلماء، جنائز الصالحين، كلم صديقك على جنازة صديق لك مات، هتقول الموت صحيحة موجودة، طب أنا إزاي أصبر وصل لنفس الجنازة اللي وصل لها الرجل الصالح هذا؟ ما أنا حموت، إزاي أنا حصبر على الطاعة؟ ما لازم أعرف إنه أنا بصلي حموت حوصل على الصلاة هذه، لازم أقف، لازم أصبر على أمر الله، لازم أصبر على تربية أولادي، الصبر هذا مناط الأمر كله. واصبر وما صبرك إلا بالله، أعرف إنه من عند الله، أعرف إنه لو ما صبرتش وعاقبت حاجة تانية، إنه سأبتدي أفتن نفسي الفتنة، وما حيكون عندي غضب، وحيكون سريع الغضب وسريع التفاعل، ومش حربة بحياتي. الغريب في الأمر إنه عندنا كل شيء، إحنا ليه لا نرضى بحياتنا؟ يعني ليه الواحد مش راضي؟ عشان ما عندوش صبر. يعني ليه عايزين المربح السريع؟ ليه عايزين الراحة السريعة؟ ما هو كل شيء محتاج صبر. ما الشجر لو بنيت شجرة، لو بس زرعت الشجرة حتستنى سنين عشان شجرة تشوف ثمرها. بس المشكلة ما عندي، ليه ما عندنا الصبر هذا؟ عشان الفراغ الإيماني، الفراغ الروحي، القلب فارغ، ما فيش حاجة في القلب توديك للصبر، فتجد نفسك كله مليان دنيا،
فبتشوف التانيين، ده عنده، هذا عنده، هذا عنده، اولاده احسن من اولادي، زوجته هذا عنده، هموم هموم، بس كلها ما فيش، كلها في احلام في الراس، ما فيش حاجه. يعني انت في مكانك واقف واحلامك ماشيه، وحنموت واحلامنا موجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف لنا الموت، كان قال انه الرجل يموت واحلامه عايشه. معظم اللي في المقابر احلامها موجوده بس ماتوا. يعني انظر للناس اللي ماتوا صالحين، انظر اللي سابوا ايه وراهم، وانظر للناس الطالحين سابوا ايه وراهم. ما في الاخر سنموت، مين حيحضر جنازتك، صالحين ولا طالحين؟ طب اولادي اللي سايبهم وراي، هل انا صبرت على تربيتهم؟ ولد صالح يدعو له. طب انا تجارتي اللي عندي، هل صبرت واخرجت زكاه وصدقات؟ ولا انا فاكر انه كله لي؟ مستحيل. احنا نعتبر خزانين عند العلماء، تخزن مالك لغايه ما تجد اللي حيستعمله فقط، يا تستعمله في طاعه الله، يا حيجي واحد ثاني حياخذه لك بارد، لانه الله امر هكذا. واعلم ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، معناته اللي عندك انت مش عارف اصلا اللي عندك. ما مش عارفين اصلا غدا ايه هو، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهذه لازم يكون عندي قناعه انه ممكن اموت غدا. طب هل انا مت الان؟ هل انا راضي على الموتى؟ يعني بعض المرات نسال انفسنا هذه الاسئله، خصوصا احنا الان في البلد بنمشي بنسوق كثير، بنمشي في اوقات كثيره مع نفسي. ابعد تليفونك عنه، ابعد التليفون واسال نفسك، هل انا راضي لو مت الان؟ طب انا لو جاء ملك الموت مت، طب انا هل اولادي حيدعوا لي؟ هل زوجتي؟ وعامل الله، ما تعاملش الناس، لانه اللي بيعامل الله بيعامل الله بيمنع عنه الناس، ما فيش حد يقرب له يوم القيامه. طب هل انا راضي على اللي انا بعمله الان؟ هل انا فعلا كذاب ولا بعمل؟ لانه بعض المرات لما اقول نفسي انا مؤمن وبصلي وما بصليش، هذا يعتبر كذب، اعلم نفسي الكذب. انا اعلم نفسي انه اكذب على نفسي واعتقد ان انا مؤمن وما اعملش شيء. والله احصاه الله ونسوه، احصاه الله ونسوه. طب انا لما بسمع ان الله ياتي في السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ويقول لك اي شيء انت عايزه تدعيه، ليه انا ما اصبرش واقوم في الليل واصلي وادعي الله؟ عشان ما عنديش صبر. طب انا ممكن لو عندي شغل وعمل اصحى الصباح بدري عشان انا بصبر على الدنيا. ما العلم اني صبر على الدنيا هم المبتلون، اللي بيصبر على الدنيا فقط مبتلى مليان في الدنيا، مش عندوش معاني. فبعض الناس لما تأتي هنا للبلد بيشوفوا نعم كثيرة جدا، بيفتكر دي مش نعم، دي بالنسبة لنا لازم تشوف ايه، بص اللي حصل لهم. اللي عندك انت عندك اخلاق، قيم، القيم دي موجودة في قلبك، ما عندهمش. عندك قيمة البر، قيمة البر بيصرفوا عليها كم هنا؟ ملايين. قيمة المرض عندك، عندك انه الشافي والله. معظم المسلمين ما بيمرضوش المرض الا اللي بعيد عن الله. عندك قيمة البر، قيمة التربية، قيمة القناعة، قيمة الصحبة، قيمة الصلاة، قيم كثيرة. ليه بنموت القيم؟ حتى بنموت القيم بالخلافات اللي بيننا. واحد مثلا تجد ناس عندها اللي لا يعد ولا يحصى ولسه القيم ماتت عنده. ابعد عنك اصحاب القيم الميتة، مش عايزهم. اي حد بينافسك في الدنيا ابعد عنه، خلي لك صحبة في الآخرة، ناس للآخرة بيصلوا بمستقيمين. ايه اللي حيغني لو واحد قال لعماله صلوا؟ لان هذه من الطوام الكبرى اللي نجدها هنا. واحد بيمنع، ان بتجد ناس بيمنع عمالهم على الصلاه، وهذا مشكله كبيره جدا. ليه؟ ايه اللي حيمنع؟ صلي. تصلي، ايه اللي حيمنع واحد يشغل قران يسبح؟ عشان ما فيش صبر، لانه بيعتقد انه حيعيش. ايه اللي يمنع ان اجلس مع اولادي واربيهم تربيه صالحه؟ ما هو ما عنديش صبر. لو ما عندكش صبر حتضيع. طب ايه اللي منعني انه اقبل الله اللي اعطاني؟ بعض المرات بنعرقل رزقنا بالصبر. في بعض المرات بيجي امتحانات، نمتحن بالنعم، وبلوهم بالسيئة بالحسنات والسيئة، الاثنين بالنعم كذلك، النعماء والضراء. فلذلك لازم أعرف أن الصبر هذا تجربة، لازم أمرن نفسي على الصبر. الصبر مش كلام يقال باللسان، هو أفعال. قارين بالصلاة، الصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. لو ما عندك صبر مش هتصلي في الوقت، هتأخر الصلاة. تعرف انه من عواقب تاخير الصلاه ان الله يراك، انك تطيع الشيطان بياخرك، فلما تاخر الصلاه حتوصل عند الله. ايه اللي خلاك، ايه اللي يعني لو عندك موعد مع رجل مهم، ايه اللي لا حتى فاتك طياره مثلا ورحت متاخر، ليه؟ عايز نرجع لك مالك ليه؟ ايه اللي اخرك؟ ايه اسباب؟ ايه عندك مرض، حاجه؟ ما هو نفسه حتسال ليه بناخر الصلاه. طب ليه بناخر التوبه؟ ما هو عشان ما عندنا الصبر، عشان مش حاسين ان الله موجود في حياتنا. الله موجود ومن أسماءه الحكيم، معناته ما فيش ضرة حتى ضرة صغيرة، انه دي الحياة اللي عندي
هي احسن حياه. انا اللي عامل لنفسي مشاكل في الحياه، يعني مش شايف انه انا مش ما عنديش قناعه، مش مرتاح نفسيا، مش مرتاح، فاكر بفكر كتير هعمل هعمله في الاخر ولا هنعمل شيء ولا هنزود ولا هنوقف الزمن، وبنستعمل ايامنا كل مره نقترب للقبور وببعد عن الدنيا وبنسى حياتي وماشي، والناس اللي محيطه ولو اخوانه يدعونه الى الهدى اتنا، يعني الطريق الثاني مش الطريق الصلاح، يعني اصحابه يدعونا لانه هم زيهم فهو بينسوه وماشيين، حيقف عليك ملك الموت هتقول له ايه؟ لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، من أين لك هذا؟ اقرأ كتابك حتشوف الماضي والحاضر كله قدام عينك، ولا حنقدر نجاوب ولا حينفعنا وعملنا، الصوم الصدقات الصلاة، يعني اعمل عمل إنك تحب أن ترى يوم القيامة، قل لنفسك العمل ده أنا عايز أرى يوم القيامة، ده اللي حينجين، قل قولي هذا وأستغفر الله. Praise be to God, most merciful, most powerful. He's the beginning and He's the end. He's the master of the day of judgment. He created us from Adam and Eve. One day we shall be back to Him. Then He will judge us. If we make it to the right side, should be the best that ever happened to us. But if we make it to the left side, should be the worst that ever happened to us. Always remind yourself there is reason, there is a purpose. Find your purpose, find your reason. You will live a peaceful life. You might ask, what is my purpose? It's inside. We've been created for a reason. Find it, then you will live a peaceful life. Today we talked about the patient. What is patience? How can I gain patience? Is it something I will say or something I will do? Can I born with patience? Why people they have patience? Why someone he keep worshiping God till the end of his life? Why someone he's doing better than me in patience? Why some other when someone die you might see him complaining? The other person if someone die you might see him agree and accept him whatever God. Why someone he's happy for whatever he got and another they're not happy? What is it to have a patience? Patience is so simple. It's how long can you stay without complaining? But in order to do it, you need to know it's coming from God. I need to know anything happened to me, it's come from the wise, which is Allah. It comes from God, meaning I don't need even to complain about it. And I need to have people around me, the environment, same environment. I cannot have a patient with different environment. If I need to do something good, I have to have people surrounding me. I have to have the same mentality. People that are around me, same mentality. When Allah, He guide us with patience, He talk, He said, have a patience, stick to those people, they worship me the night and the morning. More likely, the scholar degree, it's the prayer time, which is the night prayer. There is many hadith about it. Those you will find them over there. They have a sign. It's not anyone, he got patience. Sometimes you might say, I have a patience, but you might just get angry, then you lose your patience. You might have some drama or some struggle in your life. You lose the patience. You give up whatever you do in your thereafter because of life, because a little bit money. Or sometimes it's not even money. Someone, he describes something to you, then you think you will get it. Then you lose your way. Sometimes he describes something to yourself and you think it's right and you keep going. Patient meaning to stick to the teaching of the Prophet. Whatever he commands you to do, it's the best way for us. And Allah, He gave him a command. Imagine to the Prophet, peace be upon him, to stick with the believer and not even turn your face. And if you do it, you gain and you try to gain something from this life. A patient will lead you to pray on time. It comes before the prayer. Seek patience in the prayer. If you don't have patience, you will not pray on time. Imagine if we delay the prayer when we meet Allah. Why did they delay the prayer? Prayer meaning a connection between me and Allah. If I don't have the right reason, I will stay there standing, which is, this is the reality. Maybe you say, well, go to the graveyard. People, they die, as the Prophet, he said, their wish is still alive. Imagine someone, he died, but his wish is still alive, still around. We cannot reach the hope and wishes. We might have a lot of wishes. Do start by the important. Stick to your family. Stick to your belief, to your quality, to your manner. Sit beside the believer, have the right environment, have a patience, stick to the Prophet teaching, read the book of Allah. If you don't have patience, you will not read the book of Allah. If you don't have patience, you will not deal nice with your wife because you will think of it like she's a woman. She's not. You are responsible for her after you die. If you don't have patience, you will not deal nice with your children. You think you are a father. You're not a father. You are responsible after they die. You will come to God, He will ask you a question.
What have you been doing with the gift he gave you? Did you raise him to follow me? Or you raise him what? Or you raise him? Always have a patience with your brothers. You have to have patience with your sister, with your family, with your environment, with people. You have to have patience. Especially this time, the scholar, Muslim degree, we lost patience. Just by anything, I lost patience. Any I'm losing patience. I cannot even sit and listen to something beneficial because it's more than 5 minutes. I don't have patience. But I have patience to watch the game, to watch soccer, to play, to do. Because it's from this life. Anyone he got patient in this life, it's called worthless. Patient, it's always attached something to the hereafter. To wake up in the morning. This is patient. If I need to judge my patient, or judge it on the morning prayer. It's a sign of patience. See if you can make the morning prayer. If I need to judge my patient, see if you can pray on time. When you hear the adhan, can you pray? Man, you don't have a patient. You have something, it's called, you call it patient, but it's not patient. Patient, it's always attached to the hereafter. If you have money to give charity, try your patient. Can you give more or can you give less? Try your patient when you have a job. Can you stop your work and go pray? Try to read the book of Allah. Try to go visit the graveyard. The patient, it's very important tools we have. Maybe the other, they have many, but they don't have those manner. This quality, they don't have them. And it's always inside your heart. No one can teach it to us. We have to gain it. And it needs to be between you and Allah. Your heart, you have to have patience. Even if you reject it with some time, I might say I have patience. I might look like, but inside of me, I'm still debating. I'm still having the inner talk. I don't have a patience. When you have a patience, you will see the patience in your life. Look at the Prophet, his patience, how he dealt with people. Look at the Prophet. Look at the Sahaba. They used to have businesses. And most of the Sahaba, they used to have businesses. But what happened to them? You will always see them praying. You'll always see them listen to the Prophet. Imagine they work with the Prophet. Imagine we're walking from here to Raleigh. And they never complain or any. Walking, barefoot. They don't have any clothes. It's hot in Saudi Arabia over there. You cannot even walk just to fight with the Prophet. They have patience. They have patience. There is some nation they've been tested by just a cup of water. Not because the water, to see, can they listen to the Prophet? In order to call myself, I have a patient, I have to stick to the teaching, not to the feeling. I have to stick to the teaching of the Prophet. If I don't stick to it, meaning this is not a patient, I will lose my patient. But I can't stand up working 8 hours, 20 hours, 12 hours, and I'm calling myself a patient. This is not a patient. This is something you're seeking. Oh, it's just something you're seeking from this life. Patient, it's always attached to the hereafter. And Allah, he told us, have a patient till you meet me. Meaning it's not easy. Satan, he did not have a patient. He lost his kingdom. He used to worship God with the angel. He'd been lifted up. But Satan, he used to be the worshiper. Another, the other name for Satan is Iblis. Iblis, the worshiper, the servant of Allah. And he lost everything, even his name. From that time, no one called him the servant of Allah. It became the Satan, the servant of fire. Meaning if we have patience, Prophet Adam, he lost the patience and he bites from the tree. What happened to us? We came here. In order for us to go to the sky, we need to follow what's coming from the sky, not from the earth. Meaning if I have a surrounding environment, they are not focusing on the hereafter, I don't need to take them as an example. I have always to look for those people that seek the hereafter. Even if I don't like them, it doesn't matter. Meaning I stick with them. When Allah, he told us, pray the night and morning, meaning stick to those people that pray the night and morning. This is where you find the patient. Sit down and read your supplication. Read the book of Allah. Raise your children. All of it, always patient is attached to the hereafter. Other than the hereafter, it doesn't call patient. It's called something. I'm doing it because I need something. I'm standing 8 hours working as I need to make money. I'm listening to someone because I cannot reject his command. I'm doing this because I cannot. Patience is something coming from your heart. You have to know everything comes from Allah. You have to have the environment to help you to have patience. And we need to practice it. When we pray, we practice patience. When we fast, we practice patience. Patience is the ability to hold it, to hold steadfast till you meet Allah. And always we like it, we don't like it, we're losing a day from this life, we're gaining a day from the hereafter. But أيمن الصبر هذا بالخلاصة ومقدور الإنسان إنه يتبع رسول السلام من غير لا يعارض ولا ويكون صابر. ودائما نعرف إنه بينقص من أيامنا يوم. ما فيش حد سيوقف غدا.
اجلسوا هنا بكره هيجي وبعد بكره هيجي وبعد ما فيش حد هيوقف الزمن. اعمارنا بتروح في الهدر، اعمارنا بتروح هكذا، وفي الاخر سنقابل الله لا تخفى عنه خافيه، كما كان يقولون اللي عايز يرجع للسماء لازم يتبع اللي نزل من السماء. اما يكون المحيط تبعي مش متبع للاخره وعنده معاني كثيره مختلفه عن معاني تبعي، مش هيكون عندي صبر، صبري حينقص. حتى في الايه اللي نختم بها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والآية دي بتكون بتشوفها كتير هنا، لأنه قليل من تتلقيهم يجتمعوا في المساجد في الغداة والعشي اللي هو الصبح والعشاء لمعظم العلماء قالوا، لأنه في المساء كلها صلوات، في النهار فقط صلاة. تصور لو عندنا 5 صلوات بس في النهار مش هنقدر، صلاة واحدة في النهار عشان معروف عباية الدنيا، بس في الليل عشان متفرغ تقدر تصلي. ما الله أرشدنا، رسول قيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني كل ما نقترب لأهل الدنيا حنصبح زيهم حناخذ منهم، كل ما اقتربنا للآخر حنعرف أنه في موت. روحوا المقابر حتلاقي الناس ميتين وأحلامهم عيشة. Visit the grave, you will see people, they die, their wish is still alive. Stick to your 5 daily prayer, and if you commit sin, just repent and go back. And don't give up, accept whatever you have in your life. If something going on, meaning it's me. Leave the other to Allah. Just work in yourself. Have it again back. You can go back and be better than before. In order to do it, we have to clean. دائما نركز على الصلاة الخمسة في وقتها، الأذكار في وقتها، صلاة الليل من أحب الصلوات ندعي الله، ودائما نتوب ما نأخرش التوبة، والمحيط تبعنا نخليه محيط صالح، ونعرف أنه ده لنا فيه أحسن شيء، لأنه اسم الله الحكيم. بسم الله ما فيش حاجة من 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 معاني الحكيم، ما فيش حتى ذرة خطأ في اللي بيجرالي إلا لأنه بعترض على الحكيم، ورزقي مش حيفوت، حيجين لغاية عندي وحيجيبه لك ناس لغاية عندك، شيء بيسخر لشيء. بس المشكلة بعمل أشياء بتمنع لطف الله عني. فdon't do something can make Allah angry, so you will struggle in life. Make it peaceful life. How we do it? Just to go back and stick to the believe and follow the steps of the Prophet. This is the so simple of patience. Stick to the Prophet. Know it's coming from God. Have the environment. Practice it daily. And you will have it. You will have it. Allahumma hadina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina.